طيب خلال ترشح حضرتك الاهداف اللي انت شايف ان انت حابب تحققها في الملف ده او في بعض الملفات الاخرى اللي ممكن تبقى مهم جدا، مهم جدا 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 ان انت نادي الزمالك ده، نادي الزمالك ده تعيد الصوره الذهنيه للناس عن نادي الزمالك. نادي الزمالك ده نادي عظيم، نادي عنده تاريخ كبير جدا، نادي عنده تواجد سواء افريقيا او 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 اقليميا. فبالتالي انت محتاج النهارده النادي ده يبقى في المكان اللي يليق بيه. محتاجين نشوف احنا عندنا شعبيه كبيره جدا 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 في الخليج. هذه الشعبيه احنا لغايه دلوقتي لم نستغلها الاستغلال الامثل. ليه؟ لان انت محتاج يبقى عندك علاقات طيبه، محتاج ان انت تتكلم مع انديه، تتكلم مع جهات تقدر تعلي من الايه من القيمه التسويقيه وتعلي من الصوره الذهنيه لنادي الزمالك. عندنا في الكويت مثلا، عندنا في الكويت ميراث طويل وتاريخ، كابتن حسن شحاته، كابتن طه بصري، كابتن سمير محمد علي، دول عملوا شعبيه رهيبه للزمالك. عندنا في السعوديه نفس القصه، عندنا في الامارات الزمالك عنده شعبيه طاغيه في الامارات. والحقيقه لما كنا موجودين في اللجنه، ودي كانت فكره بسيطه ابتديناها، احنا عملنا حاجه اسمها زمالك الامارات. زمالك الامارات ده مشروع ابتدى بنادي في الامارات، واستغلنا فيه اسم نادي الزمالك. وقد يكون دي بدايه فكره ان انت يبقى عندك زمالك السعوديه، وعندك زمالك قطر، وعندك زمالك الكويت، وعندك زمالك سلطنه عمان، فيبقى انتشارك في الخليج انتشار اكبر، وده هيخلي في جماهير تحضر وفي جماهير تساند والنادي اللي اسمه نادي الزمالك ده. يعني خلي بال حضرتك المنافس ما يقدرش يعمل نفس الفكره، نتيجه ان في اهلي في السعوديه وفي اهلي في قطر وفي اهلي في الامارات. فانت عندك ميزه ممكن تستغلها. انا كنت بشتغل في السعوديه الحقيقه من اكتر من 25 سنه، وكان عندي ناس بشتغل مع شركات كبيره، كان عندي اصحاب الشركات دي زملكاويه اكتر مني، ويحبوا الزمالك ويزعلوا جدا لو الزمالك اتغلب. فاحنا محتاجين نرجع تاني الصورة الذهنية للناس عن نادي الزمالك، ونقول للناس نادي الزمالك ليه قيمة اكبر من القيمة الحالية، ونقول للناس احنا محتاجين نعمل معاكم توأمة، نعمل معاكم شراكة. اعتقد ده يعني ملف كبير جدا ممكن يفيد النادي، مش بس يعني في الوقت الحاضر بس، ولكن كمان في المستقبل ان شاء الله.